بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم ضمن أخبار في دقائق. في هذه الحلقة غادي نتكلم على هذاك الكتاب اللي خرجوه ما قالوش شكون اللي كتبه، وبعنوان بعد 30 شهرا من انتخابه، يقصد عبد المجيد تبون، حقق الكثير وينتظره الكثير. كتاب للأسف بدون اسم، هو صادر عن دار الوعي، ولا ما بنت ليش هنا جيدا دقيقة، دار الوعي للنشر والتوزيع. شكون كتبه بصح؟ المفروض على الأقل يكون واحد يتحط الاسم نتاعه، قال هو اللي كتب هاد الكتاب، حتى تعطو واحد لافالور لو ليفر. بصح تحطو كتاب بدون اسم، أنا عمري ما شفتها هذه. وهذا يأكد مرة أخرى على عدم مهنية المصالح، مانيش عارف ممكن تاع رئاسة الجمهورية، في الإخراج الجيد المحتوى حب باش يقدموه للشعب. كتاب بدون اسم، غريب هذا الأمر. ولكن هذا النظام الذي يعتمد على البروباغاندا وعلى الدعاية المغرضة يحاول أنه يبين للشعب اللي زعما فريمون كاين انجازات كبيره وكاين امور وتغيرات كثيره. لان نقول لكم من خلال هذا المنبر ومن خلال هذه الحلقه ان 30 او 30 حكم او 30 شهر من حكم تبون، انا نعتبرها كانت مرحله عرفت اخفاقات بالجمله، واعطتنا واحد الصوره سوداويه وعلى مستقبل مظلم للبلاد. أنا ما نيش نخوف فيكم يا بني وطني، ولكن هذه هي الحقيقة. هذا البوفوار هذا افشل في تسويق هذه العبارة اللي يقول باللي الجزائر الجديدة. الجزائر قديمة بقدم هذا النظام الذي بلغ من العمر 60 سنة تزامنا مع ذكرى الاستقلال، لأن في الاستقلال استولى هذا النظام الانقلابي على الحكم. وين نشوفوا هذه الإخفاقات؟ نشوفوها بالأساس في هذه البروباغاند اللي حاول النظام انت كما يقولوا يزيد منها. لاحظنا في خلال حكم عبد المجيد تبون دعاية إعلامية مغرضة عمر ما شفتها الجزائر، يعني كانت كاينة الدعاية، بصح اللي وقع في عهد عبد المجيد تبون كانت دعاية مغرضة كبيرة وبروباغاندا كبيرة. وشفنا طريقة الكلام نتاعه من خلال المؤتمرات الصحفية اللي كانوا يديروها اون ديفيزيون، يعني ماشي اون ديريكت، ويجيبوا صحفيين، وكمية الأخطاء التي كان يرتكبها عبد المجيد تبون خلال إجاباته على تلك الأسئلة المحضرة مسبقا من طرف صحفيين مختارين من طرف يعني موالين لهذا يعني هذا النظام. أرقام وهمية قدمها هذا النظام، مثلا تصريح نتاعه اللي قال بلي تم إحداث 53 ألف منصب شغل، هذه كلها أكاذيب، لأن على أرض الواقع ما شفناش هاد مناصب الشغل اللي تم إحداثها من طرف هذا النظام الحاكم. الحاجة اللي أنقذت هذا النظام خلال 30 شهر هي الارتفاع نتاع الأسعار النفط بعد نهاية أزمة كورونا، لأن أزمة كورونا خدمت هذا النظام، توقف الحراك بسبب أزمة الصحية. وبعد نهاية هذه الأزمة نتاع كورونا وقع يعني تعافى الاقتصاد العالمي، وبالتالي ارتفعت الأسعار الخاصة يعني بالنفط البترول والغاز، مما أنقذ هذا النظام في المنعطف الأخير عن دائرة الإفلاس، لأن هذا البوفوار كان دي بلادنا للإفلاس لولا ارتفاع الأسعار بعد تعافي الاقتصاد العالمي ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية اللي خلات الأسعار ترتفع بشكل مهول. لكن ما نلاحظه خلال هذه الأيام هو انحدار منذ أكثر تقريبا من شهر للأسعار، يعني وصلوا لبيك وعاودوا. وكانت سيتي جروب تكلمت على أن الأسعار ستصل مع نهاية سنة 2022 إلى 65 دولار، ثم ستصل إلى 45 دولار. على هذا النظام أن يعي أن الأسعار نتاع البترول
تطلع وتهبط. وهذا الغطرسة اللي راها في هذه الأيامات خاصه يفهم باللي هذه الأمور ما تدومش، وكانت فاتت على هذا البوفوار عدة مرات بصح ما بغاش يتعلم الدرس. واش شفنا في 30 شهر تاع تبون؟ كان غياب الاستقرار السياسي، الاستقرار السياسي، وكان غياب وحضور العسكرة الدولة. شفنا أن المؤسسة الجيش عبر الجماعة اللي راهم شادينها راها مسيطرة على مؤسسة رئاسة الجمهورية. شفنا العسكرة في أبهى تجلياتها في جميع القطاعات، في جميع المؤسسات. مؤسسة الرئاسة خلال عهد عبد المجيد تبون لم تكن أضعف من مثلما راها ضعيفة في عهده. بسبب ماذا؟ بسبب التدخل، تدخل الجيش، مؤسسة الجيش في مؤسسة الرئاسة. وش شفنا المستوى الدبلوماسي؟ إخفاقات رهيبة، قطع علاقات دبلوماسية مع المغرب بدون أي مبرر. مشاو حضروا واحد الأسباب اللي ما قدوش يقنعوا بها المنتظم الدولي أنها أسباب اللي دفع الحقيقية لدفع نحو قطع العلاقات مع المغرب. مشاو افتعلوا حرائق، مشاو قالك باللي المغرب راه يفتعل الحرائق، المغرب راه يدعم حركتين، مشاو صنفوها كحركتين إرهابية، وهنا أذكر حركة الماك وحركة رشاد. تدهور خطير في العلاقات مع المغرب انتقل إلى عدة قطاعات. سياسة إعلامية عدائية رسمية من طرف النظام الحاكم ضد المغرب يوميا. شفنا واش راه يوقع من خلال ما تبثه أو ما يتنشره وكالة الأنباء الجزائرية أو التلفزيون الجزائري أو باقي القنوات الخاصة المعتمدة من طرف النظام الحاكم. شفنا نقل العداء إلى عدة قطاعات، الرياضة، الثقافة، مراسلة من طرف وزارة التعليم العالي لمنع الجزائريين من التواصل مع الأكاديميين المغاربة. شفنا كيفاش وظفوا الجماهير في ألعاب البحر المتوسط من أجل سب المغاربة والقيام بالتصفير على الفريق، خصوصا الفريق المغربي اللي حاز برونزية ألعاب البحر المتوسط. يعني كارثة على مستوى العلاقات مع المغرب، كارثة يعني بأتم معنى الكلمة. شفنا إخفاقات في الترويج نتاع الأطروحة البوليسارية والأطروحة العدائية التي تسعى إلى تقسيم المغرب. انهزم على مستوى الأمم المتحدة، لم يستطع تمرير تلك الأكاذيب وتلك المغالطات التي تقول على أنه هناك حرب بالصحراء المغربية، وأن يعني حاول بشجب ديليغاسيون تاع لي جورناليست اسبانيول مشاو شافوا صوروا هذاك الامر ما لقاو والو. مشى دار واحد الفيلم انجزه التلفزيون العمومي حول وجود حرب لم يصدقه احد. فشل رهيب فيما يخص اداره ملف العلاقات مع المغرب وهذا الصراع الذي افتعله هذا النظام منذ سنه 1975. تدهور ايضا خطير على مستوى العلاقات مع اسبانيا، الشريك الاوروبي الهام للجزائر بعد الإعلان الإسباني عن الموقف نتاعه التاريخي في شهر مارس الماضي بخصوص دعم مقترح الحكم الذاتي وبالتالي الاعتراف بمغربية الصحراء. تدهور في العلاقات أيضا مع فرنسا التي يدعي قدام الشعب الجزائري باللي هو لن يرضى يعني لازم فرنسا تعتذر، ولا هو ما يستطيعش يستغني عليها. مش استدعى السفير بعد كما شفتوا بعد تصريح ماكرون لجريدة لوموند، ولا عفوا التصريح اللي خرج في جريدة لوموند بخصوص استقباله لأبناء وأحفاد الحركة. ثم رجعوا السفير رغم أن عبد المجيد تبون قال في مؤتمر صحفي ما يرجعش حتى يعتذر، ولكن فرنسا لم تعتذر ورجع السفير. وبالتالي النظام الحاكم أبان عن ضعف شديد في إدارة علاقته مع فرنسا. شفنا ضبابية في العلاقات مع دول الجوار، شفنا ضبابية في العلاقات مع دول الجوار، ممارسة ابتزاز. شفنا مع تونس تدخل في شؤون ليبيا لدرجة أن الطرف الليبي أو صف أرسل رسالة عن طريق المجلس النواب، لجنة الخارجية مجلس النواب الليبي، استنكر فيها
التدخل نتاع النظام الحاكم ممثلا في الكلام اللي قاله عبد المجيد تبون خلال المؤتمر الصحفي الذي انحاز على طرفين على حساب طرفين آخر، وهذا أمر غير مقبول وكان عليه، وهو اللي راه نازل سواديزون يمثل الدولة الجزائرية أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الأشقاء الليبيين. شفنا عزلة على المستوى العربي، عجز هذا النظام في إقناع الدول العربية بالروايات نتاعه اللي خلاته يمشي قرر قطع العلاقات وقرحه في موقف حرج وتحت ضغط كبير بعد أن قابل بأن قال بلي أنا نظم أو القمة العربية وراه لحد الساعة تحت ضغط، لأنه الدول العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن عبروا عن دعمهم المطلق للمغرب فيما يخص ملف الصحراء المغربية، واشترطت السعودية بالخصوص عودة العلاقات مع المغرب بين الجزائر والمغرب لإنجاح القمة. هذا على المستوى الخارجي. أما على المستوى الداخلي، شفنا خلال عهدة أو خلال 30 شهر من حكم عبد المجيد تبون عزوف انتخابي قياسي، الشعب عمره ما فوطاش كما هذه المرة. أولا أثناء الانتخابات تاع 12 ديسمبر 2019 الناس ما صوتتش، ثم جاء الانتخابات استفتاء الدستور نوفمبر 2020 الناس ما انتخبتش، انتخابات البرلمانية الناس لم تنتخب، الانتخابات التشريعية المحلية لم تنتخب. كلنا شاهد كيفاش كانت النسبة اللي أب يعني مع لوغونفلاج كانت نسبة ضئيلة جدا، وهذا أكد على العزوف وعدم رضا الشعب الجزائري على هذا النظام الذي الشعب الجزائري في غالبيته مقتنع بأنه بعد سقوط بوتفليقة قام فقط بتغيير جلده، وهو نفس النظام اللي كان في فوقت بوتفليقة، هو النظام اليوم اللي راه في عهد بوتبون، وهذا اللي راه معين من طرف العسكر على قصر المرادية، كان بنفسه وزيرا من وزراء عبد العزيز بوتفليقة بل وزيرا أولا، يعني نفس الوجوه نفس الأشخاص، تقاسموا الأدوار، واحدين مشوا للحبس واحدين دو المسؤولية. وشفنا كيفاش الصراعات بين الأجنحة خصوصا داخل ما بين الأجنحة الأمنية، واحد يكسر الآخر، اللي كانوا مسؤولين ولاو في الحبس، اللي كانوا في الحبس ولاو مسؤولين، اللي كانوا هاربين مسؤولين خصوصا العسكريين في إسبانيا رجعوا، وعلى رأسهم خالد نزار اللي المحكمة تاع بليدة حكمت عليه بالعشرين عام حبس هو وولده وباقي مسؤولين آخرين. ثم شفناه كيفاش رجع في طائرة رئاسية بعد الوفاة الغامضة القايد صالح. يعني واش من إنجازات وقعت في عهد تبون؟ كوارث بالجملة، إخفاقات بالجملة، علامة استفهام كبيرة حول القدرات القتالية للجيش الوطني الشعبي لاحظناها في الاستعراض العسكري الباهت والهزيل اللي شفناه، واللي ما يشرفش الجزائر بعد 60 عام من استقلالها. علاش ما شفناش هذا الاستعراض أنه كان مواكب للتكنولوجيا الحديثة نتاع الجيوش؟ ما شفناش هذيك الفارق بين الاستعراض العسكري نتاع 84؟ روحوا شوفوا واش وقع في 84 الاستعراض العسكري، والاستعراض العسكري اللي ندار في 5 جوي هذا التالي، كايناش اون ديفيرونس كبيره. بالعكس لاحظنا دبابات تعود لسنة 1955، لو تي 55، لو تي 62 اللي تصنعت في الاتحاد السوفيتي في 1962. يعني غريب الأمر هنا، قلت يفتح علامة استفهام كبيرة حول القدرات القتالية للجيش الوطني الشعبي، وهذا تحصيل حاصل. علاش تحصيل حاصل؟ نظرا للفساد المستشري داخل المؤسسة العسكرية، لأن أكبر فساد ونصب ونهب الأموال الجزائر موجودة داخل المؤسسة العسكرية. وأنا هنا يا راني نتكلم ماهوش كلام يعني من فراغ، بل بناء على معطيات. وأكبر دليل يدين هذا النظام وجود أكثر من 33 ضابط سامي ما بين جنرال وعقيد في السجون بسبب الفساد المالي. وكانت الحكاية نتاع طائرة الدرون الصمام الجزائر 54 اللي مشوا طبلوا لها في 2019 وهي صنع جزائري، كانت كشفت فساد
موجود هذا الطيارة اللي كان رجل أعمال إماراتي مشاو جابها من لاشين وصنعوها في الإمارات وجابوها وقالوا بلي صنعوها في الجزائر، واللي بسببها من أحد الأسباب التي تم الزج بالجنرال عبد الحميد غريس الأمين العام وزارة الدفاع الوطني بالسجن. هذا لافير هذه، وهذا يأكد على الفساد والنهب والسرقة الموجودة داخل للأسف داخل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. وراهم هذه الإنجازات أيضا، إذا نتكلموا دوما على المؤسسة العسكرية، وجود قيادة عسكرية هارمة فوق الـ80 القائد الأركان الجيش الوطني الشعبي، شخص تجاوز سن التقاعد تبقى للقانون الداخلي العسكري، قائد الحرس الجمهوري معنيش عارفه قالها في عمره 87 عام الفريق بن علي بن علي، ما يعني الشنقريحة وبن علي فريق أول فريق أول جاوزوا تقريبا 20 سنة سن التقاعد ما زال يحكموا وما زال هما لأمره، وهذا على حساب الضباط وجيل الشباب الضباط الأكفاء الذين كيشوفوا واحد يفهم عليهم شوية يحيلنه على التقاعد في سن العطاء في سن العطاء. في الميدان الاقتصادي وش شفنا؟ شفنا إفلاس عديد المصانع بسبب الأزمة، بسبب وجود أرباب الكثير من المصانع في السجن. وش دار عبد المجيد تبون خلال هذه 30 شهر؟ هل قام بوضع خطة صناعية صحيحة؟ أبداً، مكانش كل بروباغاند وين راهم الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات؟ حتى في مجال المحروقات تخلصت الاستثمارات الأجنبية، ما شفناش. لكن هذا بطبيعة الحال على راجل عدم وجود استقرار سياسي. واش شفنا تاني في العهد نتاع تبون؟ كاين سيادة في الاستهلاك المحلي للطاقة، وهو أن وهذا معروف بسبب ارتفاع عدد السكان للطاقة ما تنتجه الجزائر من الطاقة، راه الاستهلاك المحلي يزيد ما بين 7 و8 كل عام. كيفاش غادي نكونوا من على 7 سنين ولا 8؟ هل سنتمكن من تصدير ما كما يقولوا ما حبان الله به من خيرات باطنية؟ سيقع لنا وفي إطار هذا النظام ما حدث الأندونيسيا في بداية التسعينات. وش شفنا في هذه 30 شهر؟ هل أعلنت عن وجود عن سياسة ديموغرافية محكمة، خصوصا أن خلال العقد الأخير الجزائر عرفت انفجار ديموغرافي، وهذا كان راجع بالأساس السياسة شراء السلم الاجتماعي اللي كلف الجزائر آنذاك أكثر من 100 مليار دولار. مشاو الناس كما يقولوا هاد الرفاهية المؤقتة مكنت من وقوع انفجار ديموغرافي. الجزائر الآن جو تقريبا رها في 46 مليون نسمة، وهذا والتطور يعني شاك نف مواره راه تزيد مليون نسمة. هذا أمر خطير ويقدر كما يقولوا مع مرور الوقت إذا ما تمكناش من بناء اقتصاد قوي غادي هذا النظام الحاكم غادي يلقى صعوبات في ضبط سياسته الاجتماعية المبنية أساسا على شراء الدمام وشراء السلم الاجتماعي، باش الشعب ما يطالبش بتغييرات خصوصا على المستوى السياسي. ماذا قدم تبون خلال 30 شهر؟ وين راها هذه الخطة؟ هل عرض خطة لإصلاح المنظومة البنكية؟ هل هناك خطة لإصلاح النظام الضريبي؟ المنظومة البنكية والنظام الضريبي أهمين بالنسبة للاقتصاد. وش شفنا؟ هل تطورت الأبناك؟ هل تطور الأداء الضريبي؟ ولا شيء تغير. فيما يخص الأمن الغذائي، هل تقلصت الفاتورات تاع الاستيراد نتاع القمح؟ ياك هذا العام استوردوا تقريبا 9 ملايين طن من القمح، بل أكثر من ذلك. 75% من ما يأكله الجزائريون يأتي من المباني. وين راه الأمن الغذائي نتاع البلاد؟ كل شيء رابطيناه بما ينتج من النفط وكاش ما يجيبوه باش يكلموا الشعب. صحيح ما كانش سياسة اقتصادية وسياسة زراعية يعني محكمة من أجل تقليص الاستيراد نتاع القمح والحليب والكثير من المواد الأساسية اللي يحتاجها الجزائري. وش شفنا في المستوى الاقتصادي؟
خلال حكم تبون. خسرت الجزائر انبوب الغاز المر عبر المغرب نحو اوروبا اللي الكاباسيتي نتاعو 13 مليار متر مكعب، خسرته بسبب ماذا؟ بسبب ربطها، بسبب ربط هذا النظام لملف الصحراء المغربية مع تجديد العقد اللي كان توقع في 96 وانتهى في 2021، منين شاف روحه باللي المغرب ما غاديش كيما يقولوا يتمشى معه في الخط، مشى ألغى تجديد العقد. والجزائر كان بحاجة بحاجة إلى الأنبوب، خصوصا وأن الأسعار نتاع الغاز ارتفعت ب 600%. ضيعنا خلال 30 شهر تاع حكم تبون مليارات الدولارات كرقم أعمال فيما يخص الغاز، خصوصا في هذا في الظرفية. وش ربحنا تانيك؟ خسرت الجزائر حصة تصل إلى النصف في السوق الغازي نتاع إسبانيا، كنا موردين ب 49%، أول مورد للغاز لإسبانيا 49%، اليوم رانا أقل من 23%. هذا إنجاز، هذه خسارة كبيرة هذه حقتها الجزائر خلال حكم تبون. وبالتالي هذاك الأنبوب اللي خسرناه تقلصت تاني الحصة نتاعنا في السوق البرتغالية. خسرنا أيضا المغرب اللي كان يأخذ علينا مليار متر مكعب كغاز حقوق كيما يقولوا مرور الغاز الجزائري عبر الأنبوب، لكن وكان جددنا العقد وكنا غادي نزيد ونستفادوا على خطر المغرب كان غادي يشري علينا ويخلصنا. خسرنا المغرب كزبون. إذن اللي طغى على حكم تبون هي سياسة التضليل والكذب الإعلامي والعودة إلى العقليات القديمة في التسيير الاقتصادي وتحكم الدولة في دوائر الاقتصاد. ماذا نتج عن ذلك؟ شفنا ظواهر ما كناش حتى نشوفوها في وقت بوتفليقة. شفنا الطوابير على الزيت، الطوابير على الحليب، الطوابير على البطاطا. وهذا وصمة عار في جبين تبون ونظامه. لكن أنا استعرضت عليكم هذه الإخفاقات، أنا ما جيتش هنا باش نتكلم عليها. ما الحل؟ ما الحل؟ لأن واجبي كجزائري يتحتم عليا باش نقدم تصورات وحلول. فيما يخص الثقة على المستوى الداخلي، هذا النظام والذي إسقاطه هو حتمية وضرورة، يعني تغيير نظام الحكم ضروري جدا لإنقاذ الوطن، لأن استمرار هذا النظام سيؤدي بنا إلى الإفلاس وسيؤدي بنا إلى تلك الحالات التي تعيشها بعض الدول. رقم شفتوا وش وقع في سريلانكا، رقم شفتوا القلاق اللي رها وقع في الأرجنتين. نحن لسنا بعيدين عن تلك الوضعيات، لسنا بعيدين عن ثورة شعبية إذا استمر هذا النظام في الأخطاء انتهى وفي سياسة النعامة وفي سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها. أنا كجزائري من واجبي أنني نعطي الأمل لبني وطني، ومن واجبي باش نقدم التصور نتاعي. لازم المستوى الثقة، المستوى الداخلي باش نرجع الثقة للشعب. الجزائر بحاجة إلى حوار وطني شامل دون إقصاء وبدون شروط. لازم الجزائريين يتحاوروا مع بعضهم البعض، على خطر هذا الطبقة الحاكمة وهذا النظام ستين مينوريتي، أقلية رها مسيطرة على اقتصاد البلاد وعلى مؤسسات الحكم في البلاد، مقابل أغلبية رها تتفرج، وإرادة الشعب مسلوبة من طرف هذه الأقلية. وبالتالي لا مناصة ولا بديل عن حوار وطني دون إقصاء وبدون شروط وبدون سوء نية تجاه أي طرف. لازم الجزائريين يتحاوروا مع بعضهم البعض باش يخدموا يبنوا التصور تاع بناء الدولة الحديثة وبناء الدولة المستقبلية. لازم يكون انفتاح إعلامي، لازم يكون انفتاح إعلامي والكف على إعلام التطبيل، وخلي الناس تعبر بكل حرية، وخلي الصحافة تعبر بكل حرية. وشوقع في عهدك يا سي تبون ليبرتي تغلقت، الوطن راه يحتضر راه يغلق. يعني انتكاسة على المستوى الإعلامي والترتيب نتاع الجزائر على مستوى حرية الصحافة، ترتيب يعني
مخجل رغم أننا عشنا ربيع ديمقراطي منذ أكثر من 33 سنة، لكن للأسف بقاء هذا النظام خلانا دائما في آخر المراتب. يجب إطلاق سريع صراح جميع السجناء السياسيين، جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي دون قيد وشرط. عيب في 2022 يسجن الشخص بسبب رأيه في تناقض صارخ مع الدستور اللي داره نظام تبون. يجب بناء الخريطة السياسية. الجزائريين اللي خصهم يتحاوروا لازم يفكروا كيفاش يبنوا الخريطة السياسية نتاع البلاد. يجب يقدموا مقترحات، لكن إذا ما توفرتش المناخ الملائم باش الاخر ما غاديش الناس الجزائريين يزيدوا القدام فيما يخص بناء خريطة سياسية. ولو أنني أنا من دعاة انصهار الأحزاب السياسية التي ميعت خلال عهد بوتفليقة وأقصيت وهمشت لحد الآن، لازم تنصهر داخل تنظيمين حزبيين كبريين أو ثلاث على أقصى تقدير باش يرعاو هاد المؤسستين أو ثلاث مؤسسات حزبية كبرى في الجزائر مستقبل التداول على الحكم وكيفاش يكون الجزائريين يتقبلوا بعضهم البعض وباش يتداولوا على الحكم في إطار مؤسساتي وباش ما نوصلوش باش ما يتكررش تجربة 92 وما تكررش يعني الانقلابات اللي دائما تدي البلدان إلى مستقبل مجهول. يجب إعادة النظر في صلاحية السلطة التنفيذية سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، ويجب المنع الكلي لتدخل الجيش في السياسة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وخاصة الدولة تتخلى عن التحكم في الاقتصاد، ولازم عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد في علاقات الجزائر. المستوى إعادة الثقة على المستوى الخارجي، أنا أعتقد أن أهم شيء لازم يحرص عليه، يعني ولو أنني أنا راني غير نتكلم هكا وأنا عارف بلي هذا النظام ما يديرش خدمة كما هذه، يعني من الصعب عليه لأنه هو ما يقبل على المستوى الداخلي يكون فتاح ويكون أحزاب سياسية قوية ويكون حرية رأي، وما يقبلش على المستوى الخارجي باش يدير الحاجة اللي تحفظ المصالح العليا للوطن، لأنه هو مصلحة النظام وليس مصلحة الوطن. وهنا الفرق وكي ذكرت الخسارة في الملف الغاز شفت الفرق ما بين المصلحة نتاع البلاد الجزائر هاش حال خسرت والنظام اللي ربح استمرار الصراع خصوصا مع المغرب بهذا الملف نتاع الصحراء المغربية. إعادة الثقة لن تكون على المستوى الخارجي إلا باحترام وحدة وسيادة الدول والتخلي النهائي، وأنا نقول هذا الكلام ونتمنى أنهم يسمعوه، التخلي النهائي على الصراع الفارغ مع المغرب. الصراع هذا مع إعادة العلاقات إلى طبيعتها، لأن هذا الصراع التافه والفارغ ما كما قال واحد الأمن القومي، وش الأمن القومي؟ الأمن القومي الحفاظ عليه يكون في إطار وجود علاقات طبيعية مع المغرب ومع كل دول الجيران، هكا تحافظ على الأمن القومي، مش تروح تدير البلبلة والقلقلة وتقول بلي أنا نحافظ على الأمن القومي تاعي. يجب التعاون مع المغرب في إيجاد حل لمصير مخيمات تندوف ونزع أسلحة هذه الحركة هذه اللي خلقتوها تكونت في طنطان ورحتوا احتضنتوها وقعدتوا تدعموا فيها ظنين بأنكم قادرين تديروا دولة بين المغرب وموريتانيا وعجزتوا على ذلك، وبالتالي لا حل من أجل الوطن إلا بالتعاون مع المغرب من أجل إيجاد حل مصير هذه المخيمات ونزع أسلحة البوليساريو في إطار حل أممي باشنا المنطقة نتاعنا تعيش له إن شاء الله الاستقرار، باش الأجيال اللي يجون بعدنا ما يعيشوش الوضع اللي عشناه احنا وما زرنا عايشينها إلى يومنا. فيما يخص دائما العلاقات مع المغرب يجب إعادة تفعيل اتفاقيتي 1969 و1972 والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. ما عندكمش حل واحد آخر، ما عندكمش حل واحد آخر، وإذا أنتم ما درتوش غادي يسقط النظام تاعكم، سيأتي نظام حكم آخر وسنعيش تلك الفترة، لأن من المستحيل أنك أنت مع جارك تسعى لتقسيمه وإثارة الفتنة وتقول باللي أنا راني نحافظ على بنادي. لا، ما هيش هي هذه الوطنية، ما هيش هكا نبغوا البلاد.
ماشي هذه هي مصلحة الجزائر. مصلحة الجزائر في أن تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وأي هذا الملف بشكل نهائي. بالنسبة للقضية الفلسطينية على المستوى الداخلي الخارجي لازم يكون الخيارات جدي وبعيد عن الغوغائية وبتنسيق مع الدول العربية من أجل حل قضية الشعب الفلسطيني في إطار السلام وفي إطار حل الدولتين والكف عن المتاجرة بهذه القضية. رقم التاجر بهذه القضية من أجل فقط صراعكم مع المغرب لا أكثر ولا أقل. لازم يتم تعزيز علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين وباقي الدول، ومن أجل جلب استثمارات كبرى تغير من واقع الاقتصاد الوطني. أنا هذا هو التصور بتاعي يعني بشكل مختصر الحلول اللي قادرين إذا درناها غادي نخرجوا من هذاك النفق المظلم، لأن الواقع في ظل هذا النظام، في ظل هذا النظام الذي لا يفكر بشكل سليم، لا يمكن توقع يعني مستقبل مشترك الجزائر. وبالتالي إذا ما غيرناش من واقعنا ما غاديش نستناو وحدين يجي يغيروا من الواقع نتاعنا. وهذا النظام هذا النظام لا للاسف ما عندهش النيه لحد الان من اجل تغيير حقيقي. واللي عشناه في عهد عبد المجيد تبون خلال 30 شهر هو عباره عن اخفاقات كبيره واخطاء جسيمه. والشيء الوحيد اللي درب يعني ويحس البعض من الشعب انها زعما كاين في ايجابيه تلك الارتفاع في الاسعار النفط اللي راه الان يوظف هذا النظام في تلك الاموال باش يغطي على الاخطاء والانتكاسات نتاعو. لا يمتلك لا خطه اقتصاديه، لا يمتلك دبلوماسيه حقيقيه، يعني راه فشل على جميع المستويات. وحنا كجزائريين خصنا نساهموا في انقاذ الوطن، وخصنا نساهموا من واجبنا باش نقدموا الحلول وباش نعطوا اشارات لهذا النظام ان احنا رانا نعرضوك وننتقدوك من اجل الجزائر ومن اجل حمايه مؤسسات الدوله. وعبد المجيد تبون واللي راهم معاه ما خاصهمش، خاصهم يفهموا واحد الحاجه باللي الانتقاد والمعارضه جزء من كيما يعني اللي يامن باللعبه السياسيه واللعبه الديمقراطيه. المعارضه هي اللي تقوم وهي اللي توجه، هي اللي توجه وتصحح الاخطاء. أما بطريقتكم وبإعلامكم وبتفكيركم أنتم راكم باغي ترسوا نظام حكم شمولي متناقض مع الكلام اللي تقولوه في الدستور اللي درتوه واللي يتناقض مع الشيء اللي كتبه ويسناه. عمره ما غادي يوصل، عمره ما غادي يحقق الأهداف اللي تخدم البلاد. تحية الجزائر، وأضرب لكم موعدا إن شاء الله في حلقة أخرى. لا تنسوا هاشتاغ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، لا تنسوا هاشتاغ نظام العسكر التوسعي. انا نتمنى هذا الهاشتاغ ما يبقاش نقوله نظام العسكر التوسعي. نهار اللي غادي يعترف بسياده المغرب على صحرائه ويكف عن هذه السياسات الخاطئه اللي يمارسها مع دول الجوار تماك ما نزيدش نقول هذا الهاشتاغ. ولكن طالما راه يتبنى هذه السياسه العدائيه تجاه المغرب اللي تسعى الى تقسيم بلد جار، لن اتخلى عن الدعوه الى رفع ومشاركة هذا الهاشتاغ لفتح أساليب هذا النظام وسياسته الخاطئة المضرة ببلادنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.